بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. أشكر الإخوة في الموقع ديال تمازير بريس على أن أتاحوا لي فرصة للحديث على واحد الشخصية من الشخصيات الكبار في الدولة المغربية، وهو السيد عامل إقليم تالودانت سيد الحسين أمزال. سيد الحسين أمزال هو عامل ديال الإقليم ديال تالودانت منذ 2016 إلى الآن، وهو من الرجالات الكبار، ومجرد تعيينه في هذا الإقليم يعني ليس قرارا اعتباطيا، وإنما لأن الرجل هو رجل عصامي، الرجل هو رجل دولة بامتياز. وربما لاحظتوا إلى أنه من اللي جاراه جو تلقى مع انتخابات اللي هي ماشي محطة بسيطة، وإنما محطة سهلة، ولن تجدوا ولو غير تلميح من احد الاحزاب السياسيه اللي يقول لك الله راه مشى مع هذا الطرف ولا مشى مع هذا الطرف، وانما دازت الانتخابات ديال 2016 يعني في كل شفافيه وبكل نزاهه، وهذا ما نشهد له للرجل. في هذيك 2016 يعني سي الحسين امزال كون رؤيه للاقليم ديال تالودانت، وعارف شنو اللي غادي يدير، ولذلك ملي ظهر في الاقليم ديال تالودانت وجده اقليما غنيا بمنتوجاته المحليه. لقى هنا فيه اللوز، هنا فيه الكركاع، هنا فيه الثومه، هنا فيه الخروب، هنا فيه كذا، وهنا طاحت ليه الفكره ديال انه يدير الدور. ولذلك عنده رؤيه تنمويه للاقليم ديال تالودانت، لان الهاجس عند الرجل اللي هو في الحقيقه رجل الدوله راه هو الهاجس ديال التنميه. ولذلك مشى الفكره ديال الدور، الدار ديال الارقان في تافين، قلت الدار ديال الزيت في تينزرت، الدار ديال اللوز في ايغرم، الدار ديال الثومه في اساكين، الدار ديال الاعشاب الطبيه هنا، الدار ديال هذه هنا، الدار ديال الخروب هنا، الدار ديال باش يبرز الغناء والتنوع ديال الاقليم ديال تالودانت. وهنا مشى الفكره ديال الدور، وبالتالي التمويل ديال هذا الدور بالنسبه ليه لانه راه كما تجربه باين واضح، الجماعه تعطوني القطاع الارضيه، تمويل هو كامر بالصرف في المبادره الوطنيه للتنميه البشريه غادي يدعم، وبحث على شركاء اخرين، وكاله التنميه الاجتماعيه للقطاع الفلاحي الى اخره، وهكا دار الدور، دار اللوز في اغرم، دار العسل في أرقانة، دار التوم في أساكوي، دار القرقع في التيفنوت، دار التفاح في توبقال، دار كذا الأعشاب الطبية في تلقجونت إلى آخره من هذا الدور. هذا مشروع كبير جدا، هذه أنا نقول لك يعني خرجت أحسن ما كاين في هذا الراجل هذا لصالح الإقليم ديال تالودانت، أحسن ما فيه. ولذلك هنا كتبين لك، ولذلك ملي تدرت هذا الدور هادو، الدار هنا، الدار هنا، الدار هنا، اذا غادي تولي يلاه بارزه لينا غير الناس ديال الاقليم ديال تالودانت، خصو تبان للناس. وهنا جات الفكره ديال المهرجان الثقافي والترفيهي في كل دار، ولذلك كتسمع هسته تطلع على ارقانه، الناس غتقول لاش طلع تما هسته اش بغا يدير في ارقانه، وهادو اش العوز غادي، لا راه ارقانه فيها العسل هكاك، كاين الدار ديال كذلك جايه طبع مرانتخا ديال تبقال، اش كاين في تبقال؟ لا كاين تفاح، راه كاين الدار ديال التفاح، كاين حب الملوك الى اخره كذا، وشكون اللي غادي راه الاخر غادي لاساكوي؟ اش كاين في اساكوي؟ راه كاين القرقاع، راه كاين الثومه كذا كذا، وهل تفنت شكون اللي غادي لها؟ وهكا بهاد المهرجانات، لان المهرجان ليس هدفا في حد ذاته، وانما الفكره ديال المهرجان باش نزيد نبرز انا هذيك المنطقه ونبرز معها المنتوجات ديالها. والسيد العامل ما كيمشيش لهاد المهرجانات، وما كيمشيش لهاد الدور، وما كيمشي لهاد التشينات الا وكيدي معاه كافه الاطر الاداريه والامنيه والعسكريه، كلشي اللي كان كيدي معاه، وكتمشي معاه الاذاعه والتلفزه المغربيه. ولذلك ملي كتمشي راه لاحظوا معايا، انا ما عرفت واش لاحظتوا انتم الصحفيين، انتم كديروا المجهود ديالكم في اطار المواقع الالكترونيه، ولكن كذلك في النشرات الرسميه، هذا الشيء عبد ربي الضعيف انا لاحظته، لان دائما كنتبع النشرات الرسميه اللي كدوز في التلفازه المغربيه، دائما كتلقى روبورتاج على تالودانت، روبورتاج اهل تيفنوت، القرقع، المنطقه كذا، السياحه، هالواد هكذا، الروبورتاج تبقى لها تفاح هكذا، الواد هالمياه هكذا كذا كذا، الروبورتاج دار الزيتون تينزرت هكذا، بمعنى كتبرز دوك المنتوجات، كتبرز المنطقه، كتبرز السياحه، كتبرز الثقافه، كتبرز ما كيدوزش اسبوع الى ما لقيتي تالودانت موجوده في الاعلام ديالنا الرسمي. اذا كتقول لك يعني الرؤيه كتبان لك ان الرؤيه ديال السيد العامل هي رؤيه استراتيجيه مهمه، ونطلق لكم انا من راسي، اقسم لكم ما عرفتش ان كل شيء هذه المنتوجات موجوده عندنا في الاقليم ديال تالودان، الزعفران والثومه وزيت الزيتون وارقان والاعشاب الطبيه والخروب والعسل وهلم جرا من هذه المنتوجات، كل شيء الحمد لله كاين عندنا، وبرمز ودار لهم الدور وبرزهم في المهرجانات والتلفازه المغربيه، كل شيء خرج. هذا اللي كيبين لك ان الحمد لله الاقليم ديال تالودانت يتم تسييره ويتم تدبيره
من طرف واحد رجل الدولة من الطراز الرفيع، ونقول لك المرافعات اللي كيدير السيد عامل الاقليم ديال تارودانت على التنمية في الاقليم ديال تارودانت، اقسم لك ما كنديرهم حنا المنتخبين، ما كنديرهمش حنا بحال هذوك المرافعات في اي ربما خلني في الدانكيرا يعني شي لقاء رسمي على مستوى اللي تدار في الولاية، ودار مرافعة في وقت كبير جدا وهو كيدافع اعطيونا الاستثمارات باش نرد لكم الاقليم ديال تارودانت اقليما اخر ما عمركم شفتوه. اذا هنا كتبرز ليك الرؤيه التنمويه ديال السيد العام. انا في الجماعه عندي، انا كان عندي في سنه وحده على الاقل في الجماعه ديال اولاد برحيل كان على الاقل ثلاثه المرات حتى اربعه المرات، ولذلك كان عندنا في يوليو في شتنبير 2018 وكان باش يجشن السوق ديال الباعه المتجولين، واللي دارته المبادره الوطنيه للتنميه البشريه بواحد التكلفه ديال 800 الف درهم 8 مليون سنتيم. فبراير 2019 كيجي لولاد برحيل كيدشن المستعجلات ديال القرب وكيدشن المشروع ديال حمايه ولاد برحيل من الفيضانات، المستعجلات القرب 32 مليون سنتيم والحمايه من الفيضانات بما يقارب 3 مليار ديال السنتيم. غشت 2019 كيجي كيدشن مركب رياضي ترفيهي كبير بمليار ونص، وكيجي كيدشن المشروع ديال تطهير سائل فولاد برحيل اللي كمل وبداو الناس كيربطوا ب 16 مليار ونص في سنه الجماعه باش يدشن تدشينات نمويه ما يقارب يعني واحد الميزانيه ضخمه باش يتعاون معاك على ما عمر جا الاولاد بالرحيل ولا فين ما تلاقينا كيقول لي السيد الرئيس انا نعاونك في الامور ديال التنميه ديال الجماعه، اي امور اللي فيها التنميه ديال الجماعه انا معاك. ولذلك هنا فين كتشوف فين اللي حنا كمنتخبين خصنا نبرزوه في هذا الرجل، هذا الرجل الاول في الاقليم، وخص حتى انتم كصحفيين نبرمزوه ونشكروه ونبرزوه ونعضدوه الى اخره. في التواصل كذلك ديال السيد، انا لقيت انتم تمازيرت بريس، انا لقيت لكم فيديو درتوه ليه حول الكلمه اللي دار عندنا في المركب الثقافي في ولاد برحيل، في التواصل اللي دار مع المجتمع المدني كله المنتخبين ديال الدائره ديال ولاد برحيل كامله. دائره ولاد برحيل راه 18 جامعه 17 مع الباشاوي، اذا 18 جامعه وما يزيد على 170 الف نسمه، كلشي هذوك الجمعيات ربما الا ما خانتني الذاكره غادي تكون في يونيو 2017 وفي رمضان 2017. انا ما عرفت واش عقلتوا تواصل مع الرؤساء ديال الجمعيات ومع الفاعلين ومع المنتخبين منذ تقريبا العشرة ديال الصباح حتى كيود المغرب، وهو تما كيتواصل. احنا هاد اللقاءات كندارهم في الدائره ديال تارودانت ودارهم في الدائره ديال التيمار ولاد بالرحيل التالوين الى اخره. وانا مازال كنذكر انه وهاد الواقع انا عاودتها للسيد العامل في الرياض ملي كنفطروا، مازال كنا جالسين هكا وشي واحدين كيقول لك لا هذا التواصل ديال السيد العامل راه وزاره الداخليه اللي نزلت التعليمات باش العمال يتواصلوا كذا كذا، وكان الرد حاسم لان كنا بحال هكا، كنا جالسين بحال هكا وكان معنا السي محمد قريش، هو يرد عليهم السي محمد قريش قال لهم الى هذه توصيه من وزاره الداخليه، علاش العمال الفلان الاخرين ما داروش بحال هذه اللقاءات التواصليه؟ ياك هي تعليمات من وزاره الداخليه، علاش العامل الفلاني ما دار هذوك اللقاءات التواصليه؟ علاش العامل الفلاني الاخر ما دارش بحال هذه اللقاءات التواصليه؟ وهذا الواقع انا عاودتها للسيد العامل في الرياض حدا ملي كنا جالسين كنفطروا من العشرات الصباح وهو في التواصل الى حدود كيود لدان المغرب. وملي وصلنا حنا للرياض حيدا تما فين غادي نفطروا لقينا كلشي هذوك المسؤولين جالسين كيفطروا هو باقي ما فطر. كنت كنتسنى ربما انا وسيد الباشا ديال المدينه ومدير الديوان والفقيه اللي غادي يصلينا بالمغرب، كان كلشي قال لك اودي ماشي مشكل يفطروا، حنا صلينا المغرب عاد مشينا وفطرنا به. كاين مسؤول اللي غيدير هك؟ اقسم لك انا ما عنديش هذاك الجبارين اللي كاين عند السيد العامل باش ديروا، لا اظن كاين شي مسؤول اللي عنده بحال هذيك القوه والجساره انك دير لقاء تواصلي في العز ديال رمضان ومن العشرة الصباح وحتى المغرب وتكون اخر واحد اللي كيصلي المغرب واللي كيجي يفطر وتلقى الناس. ولذلك في التواصل عنده رؤيه ثاقبه في التواصل، حيت غير واحد غير اللي كيبغي اللي كيبغي يهضروا الصلاه على النبي غير اللي ما عرض، ولكن الناس عطاهم الله اللسان ما عندك ما تدير، الواحد الا عطاه الله يلاه اللسان ما عندك غير تطلب ليه الله الهدايه وصافي. في التواصل عمركم كان هذاك ديال الشكايات، هذاك المكتب ديال الشكايات عمره كان في العماله في الولايات كلشي اللي فاتوا مع الولايه ديال السي الحسين مزال تدار المكتب ديال الشكايات لتحت وتدار فيه موظف في مستوى قائد، واي واحد عنده الشكايه ديالو تما كيطحقها ويتم لا وتتم معالجتها. وشحال من واحد كيمشي كيحط الشكايه اللي كتعلق مثلا بالجماعه عندي راه كتوصلني ملي كتحط الشكايه ديالك تما في مكتب الضبط عند السيد القائد، انا راه كتجيني وكنجاوب السيد العامل وما كي
كذلك بالنسبة للتواصل اللي الكاتب العام ديال العمالة كيستقبل كل شيء الناس أي كان كيتم مستقبل. ولذلك عندك مكتب الشكايات لتحت، عندك المكتب ديال الكاتب العام كيستقبل كل شيء. ترى شنو اللي بغاو الناس بنقي؟ ولذلك كاين تواصل يعني في أجل تصوراتي. بالنسبة للمنتخبين حنا مفتوح الباب ومفتوح الهاتف ديال الكاتب العام ديال العمل وكذلك ديال السيد العام، انت كتباشر الاتصالات ديالك مع السيد الكاتب العام ديال العمل ملي كيكون شي حاجة اللي فيها يعني فيها تعقيدات معينة. العامل موجود، انا نقول لك في يناير 2017 عندنا المستشفى القرب ديال ولاد برحيل، وطلبت اللقاء مع السيد العامل وبفيه تلاقيت معاه مع الاخ ديال النائب البرلماني السي مصطفى الكردي، قلنا ليه اش كاين في المستشفى القرب ديال ولاد برحيل، اش كاين وهالبقعه الارضيه وخصنا الاملاك الدوله. قال لك في البلاصه قدامنا كيتصل مع المدير الجهوي ديال املاك الدوله بعد تقريبا واش خمس ايام او لا اسبوع، درنا لقاء شامل فيه السيد العامل باشا ديال المدينه عبد ربي الضعيف، المدير الجهوي لاملاك الدوله، المدير الاقليمي لاملاك الدوله، المدير الاقليمي لوزاره الصحه، وهكذا. وبقينا تقريبا فيما يقارب واحد الساعه حتى لساعتين ديال 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 النقاش حول هذا الموضوع ديال المستشفى القرب. فذلك ملي كيكون عندك ملف نواوي مشروع مقاد مصاوب وكذا كذا ها هو معك، هذا هو التواصل وهذه هي التنميه. حنا عندنا في الاقليم نساء قضوا الغرض مع السيد العام، ما يمكنش تلقاه مشى خرج لشي تدشين وكذا كذا ويلقى النساء كيشيروا ليه الا وقف مالكم شنو خاص بسم الله. كنت في الملتقى ديال إضاوة قماض، ملتقى ثقافي كان كيتدار عندهم سنويا، السيد الرئيس ديال إضاوة قماض مولاي محمد عيسى بلوس سليمان عرض عليا ومشيت لتما واستقبلنا السيد العامل، ولقينا هذوك اللي كيديروا دوك الاستقبالات، عرفت مشات ليا من راسي دوك اللي كيضربوا في هذوك سميتو عليه، وهادو من الجمعيه ديال الكشافه، جمعيه ديال الكشافه استقبلوا السيد العامل تما، الدوزان ما كاينينش ماشي، وهما تما طلبوا السيد العامل على ود الدوزان، مشينا جلسنا وكنت انا قريب ليه. وعيط عليا قال لي هذيك الجمعيه من ولاد برحيل، قلت هي، قال لي واش خدامين مزيان، قلت له خدامين السيد العام. في البلاصه تبرمج لهم 200 الف درهم 20 مليون ديال الدوزان ديالهم وديال الالات باش يخدموا. انت كيبان لك التواصل يعني في 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 في, في اجل يعني تصوراته وهو تواصل منتج. الان كاين شي عامل اللي يقدر يدير بحال هذاك الشيء اللي دار هو في ظل الكورونا؟ انا في ولاد برحيل ما كيدوز يومين الا وكتلقاه داز، يعني جاي لولاد برحيل حيد مشى لتنزرت هنا الايكلي وطلع تما داز ولاد برحيل، ها هو طلع ثاني لهنا، ها هو طلع ثاني لهنا، تقريبا دائما هذا هو التواصل الحقيقي. ولذلك انت كاع ما توصلوا للبيرو تسناه في الجامعه عندك، ها هو جاي عندك، ولا عندك شي حاجه اللي هي شاداني وعندك ملفات، مرحبا كلشي في هذا الظل ديال هذه الجائحه ديال كورونا، كلشي الجامعات كان فيهم. من بعد كورونا كاين القضيه ديال الماء الصالح للشرب، قول لي من جامعه هذه اللي فيها المشكل ديال الماء الصالح للشرب والعامل نقولوا غير سهل اللي عليها، غير يسهل ما كاينش، كلشي الجامعات. وتم تنظيم تيويزي، وهذه الفكره اللي غادي نختم بها، وهي الفكره ديال تيويزي اللي حياها مزيان وحياها عن طريق الاقطاب. ولذلك هذا المشكل مثلا ديال الماء الصالح للشرب يعني وصل يعني عن طريق الاقطاب تمت معالجته، ولذلك حنا الجامعات كلشي كنجمعوا لي كاميو سيتيرن ديالنا ونجمعوا المسائل ديالنا ونمشيو نعطيو نعمروا نطافي او لا نعاونوا اي جامعه اللي عندها الخصص في الماء للشرب. ومن قبل كنا درنا تهيئه المسالك في اطار القطب، وهنا الحمد لله بحال القطب ديال ولاد برحيل اللي مشى بعيد وتاسات الان تكونات مؤسسه ديال التعاون بين الجامعات قطب ولاد برحيل. كنتسناو ان شاء الله غير ييسر، طلبوا الله سبحانه وتعالى ييسر باش الجلسه ديال الانتخاب ديال الرئيس يعني تدوز، يعني ما بقى والو رغم يعني ان الجلسه الاولى راه ما تدارت، ولكن حنا ان شاء الله الرحمن الرحيم يعني هذيك العقبه غادي نتجاوزوها. ولذلك السيد العامل حسين مازال من الرجالات الكبار اللي نعم بهم الله سبحانه وتعالى على الاقليم ديال تاروتانت، عنده الرؤيه، عنده تصور التنميه في البلاد، الجامعه في البلاد، الجامعات في البلاد، عنده الرؤيه، عنده تصور للتواصل كيفاش غادي يتواصل مع الناس. ولذلك هذا هو اهم شيء اللي خصنا حنا نتحكموا اليه. ولذلك نطلب الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيه، ان يقويه، وان يبارك في عمره، وان يحفظه في صحته وفي اهله وفي اولاده. يعني نتمنى من الله سبحانه وتعالى انه الحمد لله المجهودات ديالو اللي كيدير هي اللي مكنت الى حدود اللحظه ان الاقليم ديالنا فيه زيرو حاله. الله سبحانه وتعالى يعني حماه وحفظه، وهذا واحد الاقليم اللي بالفعل واخا دير المجهودات اللي ما عرفتش شنو غادير،
راه اقليم شاسع لحدود مع 10 ديال الجماعات والناس ما. والله سبحانه وتعالى وبفضل المجهودات اللي كيدير السيد العامل والطاقم اللي معاه من رجال السلطه من رجال الامن رجال الوقايه المدنيه المنتخبين كلشي الناس اللي معاه بالفضل الجهود ديالهم هو على راسهم. الله سبحانه وتعالى حفظ هذا الاقليم هذا الى حدود اللحظه. نطلب الله سبحانه وتعالى ان يديم علينا هذه النعمه كنختموا نعاود ندعي عليه بالدعاء الصالح ونطلب الله سبحانه وتعالى ان يوفقه وان يبارك في عمره. وكنشكركم حتى نتوما كموقع ديال تمازير بريس اللي اتحتم لي الفرصه للحديث على هذه الشخصيه الكبيره. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم